80 جيل ذهبي قاد حسين سعيد الموجود في هذه المباراة في المنصة الرئيسية. الآن كرة ملعوبة والكرة عالية والكرة يونس جول العراقي. هو بس هو يونس محمود ينهي كاس آسيا في جاكرتا بهدف رأسي ويحول الآن كرة رأسية إلى عماد محمد اللي ما صدق خبر. يا للروعة، شوف اللي عاد تشوف، شوف هو حضرها والكرة راحت في الجول، وهدف أول في المباراة، هدف أول في المباراة عماد محمد حطها ويونس محمود يكملها في الجول. هدف أول عراقي، هدف جميل، هدف حلو، هدف مرسوم وملعوب، وملعوب من هوار إلى عماد ومن عماد إلى يونس محمود. إنه السفاح، السفاح العراقي. تنقل لمسعود شجاعي، مسعود يحاول، مسعود شجاعي خطير، مسعود يرسلها، الكرة تبعد، الكرة تعود لصالح المنتخب الإيراني. مكلاين الأمور، العودة لإيران للمباراة، إيران تعود للمباراة. غلام رضاي يسجل هدف التعادل، عدنا من جديد، عدنا إلى نقطة البداية. هكذا تريد، هكذا تريد هذه المباراة. الله الله على الأجواء. 1-1 قبل نهاية شوط المباراة الأول بخمس دقائق، إيران تعود للمباراة في كرة ضرب فيها الدفاع العراقي، في كرة خدع فيها الدفاع العراقي، والكرة بالتالي إلى هدف والتعديل. و1-1 عدنا من جديد، عدنا إلى نقطة البداية. 1-1 لكن يا السلام على الشوط الأول. أكيد بأن العراقيين لم يكن على تنفيذ الخطأ للإيرانيين في كرة حقيقة، أكيد بأنها خطيرة لمنتخب إيران بتقدم هادي عقيلي ورفاقه. كرة إلى الأمام، يا الله، إيران تسجل الثاني، إيران تسجل الثاني بكرة فيها الكثير من الحظ، بكرة فيها الكثير من الخداع لحارس المرمى. إيران تسجل الثاني، ويا الله، 2-1 لإيران، 2-1 لإيران. بعد أن كانت 1-0 للعراق، هم من هذه الكرات دائما ما يسجلون، هم من مثل هذه الكرات يستغلون ويستفيدون، وبالتالي هدف ثاني لإيران. 2-1